أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نشر في موقع الهيئة نت كارثة إنسانية وشيكة تهدد أهالي قضاء القائم بمحافظة الأنبار والنواحي المحيطة به بسبب سطوة الميليشيات وممارستها التعسفية. وفي المدى نقرأ: معصوم يصادق على وجبة جديدة من أحكام الإعدام. طالع في موقع كتابات: متظاهرون يحرقون مقري حزبي الدعوة والحكمة بالنجف والكوفة، ومقتل متظاهر بميسان. أما في الجزيرة نت نقرأ: المظاهرات تتسع بجنوب العراق. جاء في العرب الجديد: حرق 9 مكاتب لأحزاب سياسية في جنوب العراق، والحكومة تقطع الإنترنت. ونطالع في القدس العربي: تظاهرات البصرة تتصاعد وسط استفار أمني، والعبادي يعد بصرف الأموال اللازمة. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة: الكرملين لا يؤكد استثمارات في إيران، وبوادر خلاف على النفط مقابل السلع. أهلا بكم. الوضع في العراق يتطور بصفة خطرة جدا، وليس مستبعدا أن تشارك فيه المدن الغربية والشمالية في البلاد. فالطبقة السياسية العراقية كما قال أحد المتظاهرين وزع ظلما بالتساوي على العراقيين جميعا، ولم تكن عادلة إلا في هذا التوزيع، بحسب الكاتبة باهرة الشيخلي في مقال لها عن الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق، وذلك بمقال في صحيفة العرب اللندنية. أصيب سياسيو العراق الجدد كلهم بالصدمة من هذه التظاهرات، ولكن أكثرهم صدمة كان السياسيون الذين يحسبون أنفسهم على الطائفة الشيعية، فها هي خدعتهم الكبرى تنكشف أمام العالم، وتنفضح دعواهم بأنهم جاءوا لإزالة مظلومية الشيعة، وها هم الشيعة يتظاهرون ويعلنون أنهم لم يعرفوا مظلومية طوال تاريخهم كمثل الظلم الذي مارسه عليهم من جاء باسم مظلوميتهم المدعى. ولهذه المظاهرات مقدمات كثيرة لعل أوضحها المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات التي كانت رسالة واضحة لكل من يبصر، مفادها أن العملية السياسية التي فرضت على العراقيين وكل من جاءت بهم من وجوه سياسية يراها العراقيون لأول مرة بعد الغزو الأمريكي لبلادهم واحتلالها مرفوضة، ومرفوض كل من جاء على موجتها وحتى من ركب هذه الموجة بعد حين. وإذا كان العراقيون قد بدأوا مظاهراتهم بالمطالبة بتوفير الخدمات التي يعلمون أن الحكومة غير قادرة على توفيرها، فإنهم سيرفعون سقف مطالبهم إلى التغيير الشامل للنظام السياسي في العراق. وقد جاء هذا المطلب الذي هو أساس الحل لأزمات البلاد على لسان متظاهرين كثيرين انتشرت مقاطعهم المصورة على شبكة التواصل الاجتماعي. وتضيف الكاتبة: أطلق العراقيون على مظاهراتهم الحالية أسماء كثيرة، منها انتفاضة الجياع وثورة 20 الثانية، في إشارة إلى ثورتهم على الاحتلال البريطاني في 30 من يونيو سنة 1920، ومنهم من سماها ثورة 21. حرق 9 مكاتب لأحزاب سياسية في جنوب العراق، والحكومة تقطع الإنترنت. تفاصيل الاحتجاجات الشعبية تجملها صحيفة العرب الجديد في تقريرها. ووفقاً لضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، فإن عدد ضحايا الاحتجاجات في البصرة وميسان وذي قار والنجف وكربلاء وواسط ارتفع إلى 61 جريحاً واثنين من القتلى، مبيناً أن من بين الجرحى 30 عنصر أمن.
وأضاف الضابط في اتصال هاتفي مع العربي الجديد أن ما لا يقل عن 40 طريقا رئيسا أغلقها المحتجون الذين ما زالوا في الشوارع حتى الساعة الواحدة ليلا وأعدادهم تتزايد، مبينا أن عدد المكاتب ومقرات الأحزاب التي أحرقت ونهبت محتوياتها بلغت 9، 4 منها تتبع لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نور المالكي، والأخرى لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة بزعامة رجل الدين محمد اليعقوبي، وقائمة الفتح بزعامة هادي العامري، ومكتب لميليشيا العصائب المقربة من إيران بزعامة قيس الخزعلي، ومقر لميليشيا كتائب حزب الله. ووقعت عمليات الحرق تلك في النجف وميسان والبصرة وبلدات أخرى جنوب العراق، بينما نجحت قوات مكافحة الشغب في إخراج المحتجين من مطار النجف ومباني حكومية في محافظة ميسان، لكن بعد أن أصابتها عمليات تخريب واسعة خاصة المطار الذي وصل المحتجون إلى مدرجه الوحيد، ما أدى إلى توقف الملاحة فيه بشكل كامل. ونقلت الصحيفة عن متظاهرين قولهم إن الاحتجاجات ستستمر لحين الاطمئنان إلى أن هناك تغييراً، فقد خرجنا ولا نرغب في العودة إلا بعد أن نجد شيئاً ملموساً ونحقق نجاحاً في ثورتنا، ولن نسمح لأحد بالركوب على التظاهرات خاصة السياسية. إلى متى يستخف السيستاني بعقول ومشاعر العراقيين؟ بهذا العنوان استهل الكاتب ماهر خليل الحسيني مقاله في موقع كتابات في هجوم مباشر على المرجعية في النجف، حيث يقول فيها: تطالعنا المرجعية كل جمعة باستفهام غريب نوعا ما ومن على منبر الجمعة، فقد تساءلت عن أسباب انتشار الفوضى والهرج والمرج في العراق فمنذ 15 عاما، وهي تسيطر على مقاليد الأمور، تعلم بكل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة في العراق، وهي على اطلاع تام بكل ما يجري فيه، وهي تعلم جيدا بالأسباب التي تقف وراء الخراب والدمار والخسائر المالية التي تكبدها العراق وشعبه، وأنها على دراية تامة بكل المخططات الإقليمية والسياسية التي تحاك على العراق. رغم كل ذلك فهي تتساءل، وعلى لسان وكيلها أحمد الصافي، عن الأسباب التي أودت إلى انتشار الفوضى العارمة التي تجتاح العراق. بالله عليكم يا مسلمين، أليس هذا استهزاء بعقول العراقيين؟ أليس هذا ضحك على الذقون؟ أليس هذا استهتار بمشاعرهم؟ فإذا المرجعية العليا لا تعلم بما يجري بالعراق ومنذ 15 عام، فيا ترى أين كانت طيلة هذه السنوات العجاف التي عاشها العراق؟ ونحن كعراقيين أيضا نسألها: أليست المرجعية العليا هي التي جعلت من المحتل محررا وصديقا؟ أليست هي من أسست لظهور الميليشيات ومهدت الطريق لها للسيطرة على دفة الحكم في العراق؟ أليست هي من حرمت الزوجات على الأزواج وأبطلت الصوم والصلاة على كل من لا ينتخب قائمة 555 وقائمة الشمعة 169 والقوائم الكبيرة؟ أليست هي من ساهمت وبشكل كبير وبمساعدة ابنها وموضع ثقتها نور المالكي على تأليف سيناريو داعش وتسليمهم المنطقة الغربية؟ أسئلة على هذه المرجعية أن تجيب عليها كي نعرف حقيقة ما يدور في كواليسها. فمنذ 15 سنة وهي تعمل على تسييس منبر الجمعة لصالح مشاريع خارجية وأهداف سياسية تسعى لإغراق العراق بمزيد من الخراب والدمار. ويضيف الكاتب: كما تعلمون منبر الجمعة لخدمة الدين ولنشر الإصلاح وتحقيق غاية السماء المثلى، في حين أن وكيلي المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي قد جعلا من هذا المنبر وسيلة للتغرير بالناس وتخديرهم باسم المرجعية بحسب الكاتب.
التمعن في المشهد العراقي منذ العام 2004 يؤكد أن هنالك فريقين، الأول وهم الأقلية النادرة جدا المستفيدون من الخراب وغياب مفهوم الدولة، والفريق الثاني وهم الأغلبية الساحقة الذين لا يجدون قوت يومهم، ومنهم 35% تحت خط الفقر ويعانون من نقص كافة أنواع الخدمات الحياتية العامة الأساسية والضرورية، بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. منذ أسبوع تقريبا هنالك مظاهرات متعددة في محافظة البصرة النفطية الجنوبية تطالب بتقديم أدنى الخدمات وتوفير الماء الصالح للشرب وتأمين الطاقة الكهربائية وسط أجواء صيفية تصل فيها الحرارة إلى أكثر من 55 درجة مئوية. المظاهرات في جنوب العراق ليست جديدة، وإنما هي مستمرة ومتقطعة، ومنها مظاهرات جرت منذ عدة سنوات في محافظة النجف وادي قار وميسان وغيرها، وجميعها كانت احتجاجات على تردي الواقع الخدمي. المظاهرات القديمة والجديدة لم تؤتي ثمارها حتى اليوم، لأنها إما مظاهرات عفوية وغير منظمة، أو وراءها قوى سياسية تسعى لتسقيط بعض الأطراف الخاصة. وفي المحصلة نحن بحاجة إلى مظاهرات شعبية نقية مدروسة، ويمكننا أن نذكر أهم أساليب إدامتها: ضرورة تحمل الدول والقوى الوطنية والإقليمية والدولية لواجبها الأخلاقي بالوقوف مع العراقيين لتخليص البلاد من ساسة أثبتت الأيام فشلهم، التأكيد على الغاية الأبرز من المظاهرات وهي بناء دولة المواطنة وتجفيف منابع الفوضى الأمنية والمالية والإدارية، التأكيد على سلمية المظاهرات. ويضيف الكاتب: إجهاض المظاهرات في العراق واحدة تلو الأخرى، مرة بالوعود والآمال غير الصادقة، وأخرى بالترهيب، وثالثة بالإجهاض عن طريق المندسين، كلها سبل لتأجيل العلاج الحقيقي. وهو ضرورة بالأحرى أن تكون هنالك ثورة شعبية سلمية شاملة تنهي هذه المرحلة الشاذة من تاريخ العراق، وإلا فإن الخراب سيبقى هو سيد الموقف، سواء على مستوى الحريات أو الخدمات أو غيرها من ضروريات الحياة الإنسانية الحرة الكريمة. إسرائيل انتظرت إسرائيل طويلا كي تقول كلمتها في الوضع السوري، وقد ظن الكثير من المغفلين أجلكم الله وخاصة في المعارضة أن تل أبيب تقف إلى جانبهم، لكن الحقيقة الإسرائيلية تظهرت فاقعة جدا قبل أيام عندما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بلاده قد تعقد حلفا استراتيجيا مع النظام السوري بعد أن سلمته المنطقة الجنوبية، وقبل إسرائيل غالبا ما كانت أمريكا تبدو غير مهتمة بالوضع السوري منذ بداية الثورة قبل 7 سنوات، فقد كانت تحاول أن تعطينا الانطباع بأنها بريئة مما يحدث في هذا البلد المنكوب. الإعلامي فيصل القاسم يكتب في القدس العربي عن الدور الصهيوني الأمريكي في تدمير سوريا. هل انتهى الدور الأمريكي في سوريا بعد تسليمها للروس وإعادة سلطة النظام على الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى المعارضة بدعم أمريكي، وبعد أن أعلن الإسرائيليون عن نيتهم إعادة تأهيل النظام؟ أم أن الروس والإيرانيين والنظام ما زالوا مجرد أدوات في اللعبة الإسرائيلية الأمريكية الكبيرة؟ هل حدث كل هذا التدمير والتهجير في سوريا دون تخطيط مسبق، وأن كل ما شهدناه هو مجرد إصابات حرب عشوائية ليس لها هدف؟ هل اكتفت أمريكا وإسرائيل بتدمير سوريا وتهجير نصف شعبها والاستحواذ على مناطق النفط والقمح والماء شرق سوريا؟ أم أن المخطط في بدايته، وأن كل ما نشاهده الآن على أنه نهايات، هو في واقع الأمر مجرد محطات، وأن القطار لم يصل إلى محطته الأخيرة بعد، ربما تكون سوريا محطته الأولى فقط؟
أيها السيدة والسادة، كل التصريحات الأمريكية التي تحاول أن تبدو غير مختلفة بالقضية السورية هي للضحك على الذقون وذر الرمال في العيون. كيف تكون سوريا عديمة الأهمية؟ هكذا يتساءل الكاتب. كيف تكون سوريا عديمة الأهمية بالنسبة للمشروع الأمريكي في المنطقة وهي جارة إسرائيل المباشرة؟ هل يمكن أن تتخلى أمريكا عن هذه المنطقة الحيوية جدا في الشرق الأوسط وتهديدها لروسيا وإيران؟ ولكن الاحتلال الروسي لسوريا جاء بضوء أخضر أمريكي إسرائيلي. هل يمكن تجميع التاريخ وطحنه وعجنه وإعادة إدخاله إلى أفران السياسة لإنتاج خبز جديد؟ علامة الاستفهام هذه ربما تفتح لنا بابا واسعا ندخل منه إلى براح غير ساخن، لنقرأ مخرجات رحلة صاخبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بروكسل وهلسنكي. رئيس دونالد ترامب ليس ظاهرة سياسية هبت من تحت الأرض الأمريكية، بل هو نتاج تراكم مسيرة مركبة وطويلة في أمريكا، من تنقل السلطة بين كيانين سياسيين كبيرين هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. كل منهما يقدم سياسة يقودها رئيس في رؤيته أضواء وظلال من تطلعات الشعب الأمريكي وأمله وشكواه. دونالد ترامب يرسم خرائطه بألوانه الصاخبة في داخل الولايات المتحدة وخارجها عن الناتو وإيران وروسيا وترامب. يكتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط. إيران مستنقع النار الذي لا يغيب عن موائد القمم العالمية الثنائية والجماعية ستكون حاضرة بحرارتها على مائدة الزعيمين في هلسنكي. مشروعها النووي، صواريخها، الإرهاب والعنف العابر للحدود. بالنسبة للرئيس الأمريكي، الملف الإيراني هو المفتاح والقفل في العلاقة بين البلدين. وبالنسبة للرئيس الروسي بوتين، الملف الإيراني هو البرزخ والجسر، ورقة استخدمها في سوريا لتعود روسيا إلى دائرة الفعل القيادي في المسرح الدولي، وقد نجح في ذلك. لقد فتح صفحة جديدة مع إسرائيل التي لها قوة ضغط فاعلة في روسيا، وتربطهما علاقات اقتصادية متينة، وكذلك اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. لقد احتلب بوتين كل ما يريده من الوجود الإيراني في سوريا، وهو اليوم يستخدم آخر ما بقي بضرع وجودها في سوريا عبر توظيفها في صفقة كبيرة مع أمريكا. زيارة نتنياهو إلى موسكو قبيل قمة هلسنكي تضيف أوراقاً إلى تلك القمة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي يصر على أن تراجع روسيا موقفها من الاتفاق السداسي مع إيران حول ملفها النووي، وكذلك مشروعها الصاروخي وتدخلاتها الخارجية، خاصة بعد موقف دول الناتو التي أعلنت صراحة مطالبة إيران بالموقف نفسه. الكاتب يضيف انسحابات متتالية أمريكية من ارتباطات دولية وإعادة تصميم علاقات سابقة مع البعيد والقريب. انسحاب من اتفاق المناخ الدولي، من اليونسكو، من منظمة حقوق الإنسان، والانسحاب الكبير من الاتفاق النووي مع إيران. قرر بناء جدار على حدود المكسيك، اصطدم بشركائه في مجموعة الدول السابع، وأخيرا أشعل معركة حلف الناتو. أما قمة هلسنكي ستعيد رسم الكثير من الخرائط الدولية، فالرئيس ترامب له اعتراضات لا حدود لها على الموروث في المشهد الدولي.
بعيدا عن السياسة، تشهد سماء الوطن العربي وأوروبا يوم الجمعة 27 من يوليو تموز 2018 الجارية الموافق للرابع عشر من ذي القعدة 1439 للهجرة خسوفا كليا للقمر. سيظل القمر خاسفا كليا في ظل الأرض لمدة ساعة وثلاثين وأربعين دقيقة، وسيستمر الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته. سيبدأ الخسوف في تمام الساعة 9:24 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهو بداية الخسوف الجزئي للقمر الذي يبدأ فيه ظل الأرض بحجم القمر البدر رويدا رويدا حتى يغطيه تماما في تمام الساعة 10:30 مساء. ويعد هذا الخسوف أطول خسوف كلي للقمر منذ 100 سنة. ويحدث الخسوف حيث يكون القمر بدرا تاما، حين يكون القمر بدرا تاما أي في منتصف الشهر القمري، بشرط أن يقع على استقامة شديدة مع الشمس والأرض. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.